تغيير بيحصل في البطولات، في عناصر جديده داخله بنفسه المصريين، ودي حاجه بالنسبه لي انا صحيه جدا عشان احنا نصحى ونعرف اللي ناقصنا ونشتغل عليه. ان شاء الله البطوله تفضل موجوده 10 سنين كمان، بتقوي لك القاعده اكتر، الخوف اللي على الناشئين، حب الناس للعبه بيزيد، اطفال كتير عايزين يبقوا كريم عبد الجواد وعلي فرج ومحمد شرباجي ومروان شرباجي. تم التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستحداث البطوله الثامنه بلاتينم، دي خدتنا سنه ونص ما بيني انا واستاذ حسين اباظ السي اي بي مع الاتحاد الدولي عشان نقدر نزود بطوله ثامنه. انت عارف ما بتبقاش سهله، الكالندر تايت جدا، حتى في التنس هم عندهم الجراند سلامز دول اربعه، سكواش احنا عندنا سبعه، ما كانش سهل ان احنا نزود ثامنه. الحمد لله قدرنا نمضي عقد 3 سنين، ودي حاجه احنا مبسوطين بيها. احنا اكبر عدد كراسي في العالم بيتهيألي في بطوله سكواش في الهرم، ده دبل عدد الجونه، اكبر من اي حته في العالم. بالنسبه لاي بطوله بره ما بيبقاش المتفرجين بيجوا من الاول، يوجوالي بيجوا دور الثمانيه سيمي فاينل فاينل. طبعا الهرم مكانه برده مش قريب من الناس كتيره، فالناس كتيره بتيجي حابه تيجي الدور الاربعه والنهائي. زي ما انت شايف النهائي كان فوق الدبل، يعني ان احنا بس وقفنا التذاكر كانت سولد اوت. كنا معتمدين الانديه زي ما احنا كنا واحنا صغيرين، الانديه بتاعتنا بتنسق الكلام ده وهم يحجزوا اتوبيسات ويجيبوا لنا تذاكر و احنا كنا معتمدين الانديه تعمل كده، ما عملوش كده، هنعملها احنا السنه الجايه. يعني الحمد لله طبعا فضل من عند ربنا. انا بالنسبه لي بحس ان انا ببقى مرتاح ومبسوط طبعا ان انا العب وسط الجمهور. طبعا بيبقى في ضغط بس في نفس الوقت بحس ان انا في التمرين، يعني مبقاش بيبقى في ضغط قوي، ببقى مبسوط اكتر من ان انا مضغوط. فاعتقد ده اكبر حاجه يعني ممكن تبقى مداني دافع. يعني لما بتبقى كسبان بطوله بتبقى مديك دافع، بتبقى انت عارف انت في ثقه شويه في ادائك في مستواك، فطبعا ده حافز. اتمنى طبعا ان الفرق ما بين البطولتين ما فيش، بنتكلم في اقل من اسبوع. اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان انا اعرف اعمل ريكفري كويس، اقدر ان انا اجهز نفسي ومنتلي وفيزيكلي للبطوله الجايه ان شاء الله. مبسوطه جدا اول بطوله ليا تبقى في مصر وقدام الاهرامات، الحمد لله ماشيه كويس لحد دلوقتي وان شاء الله يعني اقدر اكمل. الاصابه عندي حاجه يعني ليها علاقه شويه بعمليه كنت عاملاها زمان، المفروض ان انا بلعب مؤقتا يعني لحد البطوله ديت، واشوف ان شاء الله ارجع تاني بعد ما اخلص اروح المانيا ويبان بقى ايه اللي هيحصل.